تابعوا معنا. عن جديد معكم مدرب الصوت توني بايع، وهالفترة عم نعمل تمارين فوكاليز جديدة وغير متواجدة على اليوتيوب. لذلك بطلب منكم انكم تتابعونا، تعملوا لنا سبسكرايب، تنشروا لنا الفيديوز. للاشخاص اللي بتحب تتابعني على صفحاتي، كل الصفحات موجودة تحت، والاشخاص اللي بتحب تحكيني او تسمعني صوت او تسمعني التمرين اللي انا عم ببعث لكم اياه، فيكم كمان موجود رقمي على الواتساب، فيكن تتابعوني. واللي بحب يدرس دروس أونلاين إن كان جماعية أو فردية، كمان المجال مفتوح، وأهلا وسهلا فيكن جميعا، وإن شاء الله بلتقى فيكن بجولة جديدة بالعالم العربي الأوروبي والعالم كله، حتى أمريكا ما حدا بيعرف وين منروح. إن شاء الله خير لقدم. تمريننا اليوم لذيذ، يعني منه كتير صعب، مأخذ شوي من إكستري بيانو. دو مي دو مي ري 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 فا ري فا مي 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 سول مي سول فا 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 سول فا مي ري دو سي دو. بس انا عم زيد شغله مثل عرب او زينه. سول فا سول مي فا ري مي دو سي دو. اللي ما عرفون يكتبون بصير ينتبه لهم، لكن وبقولوا على المية او على الا ما بيكي ها بعتذر بعيد له على الطبقة شوي. نفس دو تروى لحالكن عالما تروى جو. لحقول معكم تساعدكن ثلاثة أربعة. ميا ميا المو دو تروا كا مو المو دو تروا كا مو فينا اطلع اكثر، طبعا فينا انزل اكثر. هذا التمرين هدفه نتعلم جمله لحنيه مع بعض الاداء، مش هدفه ناخذ الاكستري الكبير تبعه للصوت. الاكستري الكبير تبعه للصوت رح احاول اعمله بالتمرين اللي من بعد هيدا. تابعوا معنا، شكرا لمتابعتكم.